السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد الماسك ديال الهالات السوداء، وكيساعد في توحيد وتبييض البشره. اللي غنحتاجو فيه خيار غسلته مع شويه ديال الخل باش كاع الميكروبات اللي فيه يتحيدوا، ما يبقاش شي حاجه لاصقه فيه، غسلته مزيان. وعندي هنايا معلقه ديال النشا، وعندي هنا الحليب. اول حاجه غنديروها غنحكو هاد الخياره. اول حاجه نحكو الخيار في الحكاكه الرقيقه، تقدروا تطحنوه. كما كتشوفوا دابا غنصفي الخيار. انا غنحتاج غير العصير ديالو، وهاد البقايا ديال الخيار ما نلوحوهمش، غنحتاجوهم من بعد. دابا غندير عصير الخيار هنايا في الكاسرول، غنزيد عليه جوج معالق ديال الحليب. تقدروا تعوضوه بالحليب المجفف من الاحسن. انا غندير جوج معالق، ملعقه ديال النشا كبيره. وغنديرو على النار حتى يعقد، وعاد غادي نحيدو. ودابا تحصلت على هاد الخليط كما كتشوفو بحال لاكريم. راه الخيار معروف كيحيد الهالات السوداء، وكيبيض وكيوحد لون البشره. هذا هو القوام اللي غنتحصلوا عليه. غنديروا على بشره ديجا غسلناها بالماء والصابون، الغسول ديال الوجه او الصابون، وعاد نطبقوا عليه الماسك من الفوق واحد 20 دقيقه وغادي نغسلوه. وبالنسبه لهاد البقايا ديال الخيار غنديروهم تحت العين، كيساعدوا في استرخاء العينين وكيحيدوا الهالات السوداء. كما كتشوفوا راه باقي فيهم شويه ديال الماء ديال الخيار. هذا تقدروا تستعملوا منه الى شات، ديروه في الثلاجه، غير ديروا له السلوفان من الفوق وتحتفظوا به في الثلاجه. غير تحطيوه بالسلوفان وتخليه في الثلاجه، راه ما غيوقع له والو. ودابا كما كتشوفوا راه وصلنا لنهايه ديال لا فيديو. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه وتجربوها، وما تنساونيش التعاليق ديالكم الزوينه ولا جيم، وتابوناو عندي في القناه. شكرا لكم بزاف، خليتكم في حفظ الله ورعايته.